فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم دراسة علم المنطق؟ ينهون عنها لأنها تزاحم علوم الشرع، وربما يعتمدون عليها ويتركون علوم الشرع ويقولون هذه أدلة عقلية وهي تفيد اليقين، وأدلة الشرع تفيد الظن. ما يجوز لهذا، ما يجوز ليقرأ يتعلم علم المنطق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.